الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. زمان جدا أو في الماضي البعيد ربط الأجداد بين النسور العصعصي وبين ركوب الخيل والجمال لفترات طويلة، واللي طبعا بيكون مصاحب لمعدل كبير من التعرق. في العصر الحالي انتهى ركوب الخيل والجمال لفترات طويلة، وبقي النسور العصعصي رغم قلة الوعي بيه، خصوصا في صفوف الشباب اللي هم أكتر عرضة للإصابة بيه. كمان زادت في عصرنا مسببات المرض ده، البدناء وأصحاب المهن الكتابية والمضطرين للجلوس طويلاً واللي بيسوقوا لفترات طويلة وأصحاب التعرق الزائد وأصحاب الشعر الكثيف، كل دول مرشحين للإصابة بالنسور العصعصي. ولأنه أسباب الإصابة متعددة وعدد المرشحين للإصابة كبير جداً، ولأن إهمال علاج النسور العصعصي نتيجه ألم وإزعاج مستمر وتفاقم في المشكلة، فمراجعة الطبيب باستمرار وفي مراحل مبكرة تصبح مسألة حتمية. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا، واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، واحدة من الحلقات اللي فيها يعني قرب شديد من مقصدنا الأساسي، واحنا بنتكلم على الثقافة الطبية. هدفنا في الأساس من برامجنا الثقافة الطبية. طيب، عندما يتعلق الأمر بمنطقة بيبقى فيها الخجل والتأخير والتطنيش والتأجيل في الاستشارة الطبية هو الأساس، ودي طبيعة مهمة جدا، لأن عنوان الحلقة النهاردة النسور الشرجي. جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم التي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة، مش في مصر ولا في المنطقة العربية، في العالم كله في التأخير. يعني تختلف الأمر عندما نتحدث عن برانشات تانية، في ناس في برانشات تانية بتحرك بسرعة، يعني مثلا مشاكل القلب بيتحركوا بسرعة، لكن هنا يتعلق الأمر بثقافة الخجل، التأخير، التطنيش، البحث عن بدائل في بعض الأماكن في العالم كله، بدائل اللي بيسموها شعبية، ده في الآخر بيدفع المريض ثمن غالي جدا. التأخير يا جماعة في المجموعة دي مش إقليمي ولا عربي فقط ولا شرق أوسط، لا، ده العالم كله بيتأخر، بس طبعا مع الفارق. يعني احنا بنشوف هنا ناس بتقعد فترات طويلة، ضيف العزيز هيحكي لنا النهاردة قد ايه ممكن يقعد فترات طويلة عنده الحالة وصابر عليها بمشاكلها الكبيرة. الامر يختلف في اوروبا، ممكن يتأخر شوية لكن، او في امريكا المسألة برضو بدأت تقل قوي بقى، وخلاص هناك انا اشتكيت النهاردة لازم اروح اكشف. المنطقة بتاعت اللور جي اي تي او الجهاز الهضمي السفلي، واحدة من مقاصد الثقافة الطبية ان انا لازم اروح اكشف مبكرا جدا. العنوان مهم، واكيد الضيف مهم جدا طبعا، ضيف العزيز المبدع في حواره دائما اللي بيسعدني بالطريقة العلمية الجميلة والاسلوب والمناقشة العلمية الممتعة، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الاوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، الاسم المتميز للغاية والمشارك الرائع في الثقافة الطبية في هذه المنطقة. اهلا بك. ازيك دكتور ايمن؟ ازي حضرتك؟ وحشني جدا. انت اكتر والله. عايز ابدا الحوار الاول بالمعنى ده قبل ما ادخل في الموضوع، لان انت اكيد من يعني اقول ايه الملاحظين والمهمومين بتأخر المرضى في المنطقة بتاع التخصص. صحيح، يعني انت لخصت الحكاية كلها في المقدمة كالعادة. ربنا يخليك. النسور الشرجي من الحاجات اللي اعراضها ما هياش فيها وجع قوي، ما فيش حاجة تخلي المريض يجري قوي، يعني مش متوجع قوي فيروح يجري على الدكتور. عايز المريض يبقى فاهم وعارف ان في مشكلة مرضية اسمها نسور شرجي، لانه طول ما هو مش عارف ان في حاجة اسمها نسور شرجي مش هيعمل حاجه، لانه في الاغلب مش متوجع، ما عندوش مشاكل مرضيه كبيره قوي، شويه اعراض صغيره هنبقى نتكلم عنها كمان شويه، لكن اهمال وتاخير علاج النسور الشرجي حاجه صعبه جدا حقيقه، لانه النسور الشرجي من الحاجات اللي ما بتستناش. باقي امراض الشرج ممكن نتعامل معاها شويه يعني، او في درجاتها البسيطه ممكن ناخد شويه ادويه ويمشي الحال، زي الشرخ والبواسير ومش عارف ايه في بدايه الحكايه، ماشي ممكن ناخد شويه ادويه وشويه لايف ستايل موديفيكيشن، احنا نغير طريقه حياتنا وطريقه اكلنا ومش عارف ايه، تعدي. لكن نسور الشرج ما بيعديش،
وناسور الشرج من الحاجات اللي كل ما تتعالج بدري كل ما بيبقى احسن كتير جدا، لانه اذا اخرنا علاج ناسور الشرج الحكايه بالكعب الحبتين يعني. ناسور الشرج من الحاجات اللي تاخيرها الحقيقه يبقى يعني حاجه صعبه جدا. في جملتين، اولا عايز افهم تعريفيا ايه المقصود بالناسور الشرجي، والجمله اللي حضرتك كررتها اكتر من مره اللي هي بتكعبل كتير، بتعمل مشاكل كتير، ما بيستناش. الكلمه دي كررتها اكتر من مره، فانا عايز افهم ما معنى كلمه ما استناش بس بعد التعريف. بالظبط، ناسور شرجي كلمتين، ناسور وشرجي. ناسور في الطب عباره عن فتحه على الجلد يقابلها فتحه تانية في منطقه ما، فاذا قلنا ان الناسور حوالين السره تسميه ناسور سري، لانه عباره عن فتحه على الجلد من بره وفتحه جوه داخل البريتون. اذا قلنا انه ناسور على الجزء السفلي من الظهر فنسميه ناسور عصعصي لانه في الحته دي. ناسور شرجي يعني فتحه بجوار فتحه الشرج ممتده الى فتحه اخرى داخل القناه الشرجيه او المستقيم، وما بين الاثنين في تراك او قناه. ما ينفعش نقول اسمه ناسور شرجي من غير ما يبقى الفتحتين موجودين، يعني ما ينفعش يبقى في فتحه داخليه ومفيش فتحه خارجيه، وما ينفعش يبقى في فتحه خارجيه ومفيش فتحه داخليه. بعض الناس تستسهل وتقول انه الناسور الشرجي اذا كان ليه فتحه بره ومانيش عارف اوصل للفتحه اللي جوه يقول لك حاجه اسمها برينال ساينس، مصطلح طبي فاشل طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. الناسور الشرجي يعني لازم فتحه قصادها فتحه الناحيه الثانيه وما بين الاثنين قناه. جه منين الناسور الشرجي ده؟ جه من انه في غدد حوالين القناه الشرجيه بتفرز بعض الافرازات لتسهيل مرور البراز، زيها زي الغدد اللعابيه اللي في بقنا، وظيفتها انها تعمل شويه لعاب داخل البق عشان نقدر نتكلم ونقدر ناكل وحاجات زي كده. اذا الغدد اللعابيه دي افرازها بيعدي جوه ضغط جوه قناه، اذا القناه دي سدت تعمل ابسس، تعمل خراج. اذا الخراج فضل موجود والمريض ما فتحوش بشكل سريع جدا والجراح ما تعاملش معاه بشكل سريع جدا، يعمل الناسور الشرجي. ليه بقى بنقول انه ما بيستناش، وليه قلنا ان الحكايه ممكن تكعبل وحاجات زي كده؟ لان الناسور ده في بدايته ما فيش حاجه اسمها ناسور يظهر كناسور شرجي علوي ابدا، يعني فيش حد يبقى النهارده عنده ناسور شرجي الصبح نلاقيه ناسور شرجي، لا. الناسور الشرجي يبدا كناسور شرجي صغير، ما هوش ناسور شرجي كبير ابدا، يعني ما ينفعش يبقى مره واحده حاجه كبيره قوي كده. اذا اهملناه، وخلي بالك اهملناه دي بقى احنا بنتكلم في ايام قليله، يعني اللي عنده ناسور شرجي سفلي. يعني ايه سفلي؟ يعني الفتحه اللي بره والفتحه اللي جوه قريبين من بعض، والتراك ده داخل جوه عضلات صغيره، ما هوش جوه كل العضلات الكبيره زي ما هنحكي كمان شويه. اذا كان الناسور الشرجي سفلي علاجه سهل جدا باي طريقه كانت، ويخف المريض ويبقى كويس كل حاجه. وعلاجه نقصد مش علاج دوائي، الناسور الشرجي او الناسور عامه حاجه جراحيه، ما ينفعش علاج بالدواء، يعني ما ينفعش ناخد مضاد حيوي يروح، لا. ينفع ناخد مضاد حيوي يقلل الافرازات شويه ونعمل عمليه بعدها بكام يوم ماشي، لكن ما ينفعش ناخد علاج يضيعه وما بيروحش بالدواء. ده حاجه ميكانيكيه حصلت، قناه محفوره جوه العضلات لازم تتشال، لازم تتقفل، لازم نعمل فيها زي ما هنشوف في العلاج كمان شويه، زي الهرني، زي الفتح، في حاجات معينه ما لهاش علاقه بالظبط بالميديسن بالطب الا في ادويه كده مسكنات مضاد حيوي طبيعي هياخد مضاد حيوي وما في انفكشن. لكن مثلا حد عنده فتق مثلا ياخد دواء الفتق يروح زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لا مش هيروح طبعا. بالظبط. فالناسور الشرجي من الحاجات اللي اذا استنينا فيها الحكايه بتزيد جدا، من الامراض اللي نفسي الناس كلها تعرف عنها، لانه اولا اعراضه محيره شويه، يعني خلي بالك المريض ما بيتوجعش عاده. في كتاب حلو قوي اسمه اليوروبيان سوسايتي اوف كولبروكتولوجي يقولوا ان المرض ده مؤلم نفسيا اكتر منه مؤلم عضويا. المجموعه اللي هو الموسوعه مثلا الاوروبيه لجراحات الشرج والقولون، او من ناحيه كمان المجتمع الاوروبي بالظبط. يقولوا ايه بقى؟ يقولوا انه اهم اعراض للناسور الشرجي هو وجود افرازات حول الشرج، يعني المريض دايما زي ما احنا بنسميه ويت، يعني دايما عنده افرازات حوالين الشرج. يبقى قاعد مثلا يلاقي بقعه في هدومه مش عارف ايه، ماشي شويه يحس بشويه بلل حوالين الشرج او حاجه، في الاول قد ياخد باله ممكن عرقان ولا حاجه زي كده، لكن مع الوقت بياخد باله ان في بقعه صفراء في هدومه. قاعد شويه في مكان يلاقي بقع قايم، حد يقول له خلي بالك هدومك فيها حاجه. هو دي اعراضه. اذا قلنا انه في بعض الاحيان الفتحه الخارجيه للناسور تتقفل فيعمل خراج، ساعتها يبقى المريض متالم وحاجه زي كده. فاعراض الناسور الشرجي اما افرازات دائمه حوالين الشرج، او خراج بيتكون كل شويه حوالين الشرج. خراج طبعا بيبقى مؤلم والمريض بيروح نتعشى من المريض بيروح يتعالج كويس، لانه اذا ظهر الخراج لابد انه يتفتح. البرينال ابسس ده او الخراج ما حول الشرج من الحاجات اللي احنا حتى نسميها dont wait for fluctuate، يعني ما تستناش لحد ما الحته دي تكبر وتبقى او تاخد مضاد حيوي، لا ما ينفعش. عندك خراج حوالين الشرج لابد انه يتفتح على طول، لانه اذا سبته الصديد والافرازات اللي مش لاقيه مكان تخرج منه على الجلد من بره هتجري الناحيه الثانيه وتخلي التراك اللي كان صغير يبقى كبير قد كده.
الناسور ده ليه مرض سخيف وليه يعني الناس حتى اللي عندها ناسور شرجي كانت تخاف من إجراء العمليات الجراحية اللي هي كانت بتعمل بالشكل التقليدي زمان؟ لأنه هي اللعبة كلها هنا، هو إحنا عندنا ناسور وعندنا قناة وعندنا إفرازات وحاجات زي كده، بس هي الفكرة إنه إحنا عايزين نعمل العملية دي من غير ما نلمس العضلات، لأن لمس العضلات هيعمل عدم تحكم في مرور البراز، وساعتها هتبقى المضاعفات أخطر من المرض نفسه. يعني ساعتها المريض ما بيتحكمش في مرور البراز، لكن هو كان عنده مرض شد إفرازات. إذا كان الناسور بقى المشكلة من شكوى من حاجة بسيطة إلى شكوى خطيرة جدا الحقيقة يعني، وحاجة مؤلمة جدا نفسيا يعني. في بقى فوق العضلتين دول عضلة فوقيهم شوية اسمها الليفيتور إيناي، أو العضلة اللي فوقيهم حبتين حوالي 3 سنتي فوق حتى بعد الديدلاين. إذا الناسور وصل لحد الليفيتور إيناي نسميه سوبراسفنكتريك، يعني معدي فوق الليفيتور إيناي، وأحيانا حاجة اسمها إكستراسفنكتريك، يعني الناسور معدي فوق الثلاث عضلات وفاتح في آخر المستقيم. النوع الوحيد اللي نقدر نعمله باستخدام الجراحة واحنا مطمنين، الجراحة العادية التقليدية اللي بتعتمد على قطع الناسور، هو النوع الاولاني اللي هو الانترسفنكتريك فيستر، وده بيتكتب فيه يعني احنا بنعرف نوعه ازاي، ولا مفيش حد فينا يعرف الا بالرنين المغناطيسي. يعني هل يجوز نعمل ناسور شرجي من غير ما نعمل اشعة اسمها رنين مغناطيسي قبل العملية؟ لا، لان انا شايف فتحة من بره بس مانيش شايف اللي جوه فين ولا التراك ده معدي فين. الرنين هيوريني كل حاجة بالظبط. فاذا لقينا في الرنين الانترسفنكتريك بنبقى يعني عندنا براح جدا مع المريض انه يقدر يعمل عملية. انترسفنكتريك يعني نوع معين من الناسور بيفتح في العضلة الايه الداخلية. الداخلية بالظبط. لكن الثلاث اربع انواع اللي بعد كده الترانسفنكتريك والسوبراسفنكتريك والاكسترفنكتريك خلاص بقى لا يجوز الحقيقه ان احنا يبقى اول خطوه هناخدها هي الجراحه، لانه في خطر كبير جدا. الجراحه التقليديه، الجراحه التقليديه العاديه، لان يعني في خطر كبير جدا ان نعمل مصيبه كبيره اسمها فيكال انكونترنس ما بنخفش منها. لو عمل جراحه في فرصه لحدوث عدم قدره على التحكم في البراز. بالظبط. ده التقسيمه اللي هي التقسيمه التشريحيه لوجود الناسور، وفي تقسيمه ثانيه قسموه لاربع درجات، 1 و2 و3 و4 على حسب الكومبلكستي بتاعته، على حسب هو معقد قد ايه يعني. اذا كان قال لك اذا كان داخل جوه العضله الداخليه بس نسميه بالدرجه الاولى، اذا كان داخل جوه العضلتين نسميه بالدرجه الثانيه، اذا كان من جوه العضلتين بس ممكن يبقى ليه تشعب ثاني. يعني ما هو الناسور ده خلي بالك احنا قلنا انه سكه واحده بس، احنا كان بنتكلم على الناسور ابن حلال قوي يعني، وده ما بنلاقوش كتير، ودايما الناسور بيبقى متشعب يعني هو قناه كبيره او شارع كبير وطالع منه حاره صغيره وحاره صغيره. إذا كان الناسور متشعب فأصبح الناسور كومبلكس، يعني ناسور معقد، يعني ما ينفعش نعمله برضو باستخدام الجراحة التقليدية، لأنه إحنا حتى مش هنشوف التشعبات الصغيرة يعني. فتقسم الناسور لتقسيمتين على حسب التشريح وعلى حسب درجة تعقيده. هنروح للمنطقة العلاجية بقى. المريض هيجي لك، خدنا التاريخ المرضي، عملنا له الام ار اي الرنين المغناطيسي، عرفنا هو بيشتكي من إيه، شرحنا له حالته المرضية، قررنا أو رسمنا الخطة العلاجية. بالظبط. هي خطة علاجية. بالظبط. الخطة دي أنا عايز أفهمها منك، وخصوصا برضو أكيد هيجي سيرة الجراحة التقليدية. بالظبط. ما بين بقى الجراحة التقليدية وما بين التطور اللي حصل كمان. بالظبط. العلاج تطور جدا جدا في علاج الناسور الشرجي. هقول لك على جملة بتكتب في علاج الناسور الشرجي ده في المراجع العلمية، إنه أول حاجة يكتبوها إنه مفيش جولدن رول، مفيش يعني ليه الناس كلها هتلاقي ناسور الشرجي ده بيتعالج بحاجه عند واحد وبيتعالج بحاجه تانية عند واحد تاني وبيتعالج بحاجه ثالثه عند واحد تاني؟ لانه مثلا مش زي الزايده مثلا، مش المريض مثلا عنده التهاب في الزايده فاحنا عارفين هنفتح فين ونخش نعمل ايه وخطوات محفوظه، هتلاقي الجراح اللي في امريكا بيعملها والجراح اللي عندنا بيعملها والجراح اللي في اوروبا بيعملها. لا، ناسور الشرجي مش كده، مفيش حاجه، مفيش قاعده ذهبيه في علاجه، مفيش خطوات كل الجراحين يمشوا عليها واللي يعمل غير كده يبقى غلطان. علاجه في ما قبل حوالي يعني يمكن 40 سنه من النهارده كان كل الناس بتعمل حاجه اسمها فيستيلوتومي او فيستيليكتومي، انها تخش ببروب ما بين الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه فنبقى جوه القناه نقطع الحته دي. احنا قلنا انه في انواع، فاذا كنا هنقطع الناسور وهو داخل في العضله الداخليه بس ماشي مش هيجرى حاجه، المريض يعاني من شويه حاجات كده زي الجز، زي انه ما يتحكمش قوي في مرور الغازات مثلا او حاجه، لكن بعد كام شهر بتتحسن. لكن هل يجوز ان احنا نبقى الفتحه الداخليه والخارجيه والناسور ده معدي جوه كل العضلات المسؤوله عن التحكم في مرور البراز ونقطع؟ لا، مفيش جراح بيعمل كده الا اذا كان جراح مش واخد باله قوي. الجراحه الحقيقه حاجه عظيمه جدا، وبيعملها في مصر هنا اساتذه عظماء جدا الحقيقه يعني، ويعني الحقيقه ناس يعني اساميها تتلف في حرير يعني. لكن مش هيقدر يقول للمريض بتاعه ان هنعمل عمليه و100%
مش هيحصل عدم تحكم في نونو بيريز، مش هيقدر. لو قال كده يبقى غلطان، لانه في ريسك في الكتاب من 30 ل 50%، من يعني من كل 10 هيعملهم في 3 او 5 في الكتاب هيحصل لهم كارثه. الحقيقه الحمد لله احنا يمكن يعني مش عايز اقول اكتر ناس، لكن يمكن يعني احسن ناس اشتغلت في الحكايه دي، شهادتنا مجروحه، لكن كنا شاطرين خالص في الحكايه دي، وبنوصل حتى في اعظم نتائجنا لحد 80 85%. معنى كده ان من كل 100 انت عملت لهم عمليات في 85 واحد خف، لكن في 15 واحد بخفش. ليه؟ لانه قد يكون الناسور ده متشعب. طب لو هو ليه تراك يمين او شمال وانا داخل بالقسطره، ما انا مش هشوفها، يعني انا مش هشوف فين التراك اليمين او الشمال ده، فهحرق وهنسى التشعبات اللي كانت في الجنب. فبقينا بنعمل مع لو تركت التشعبات دي ممكن تعود مره مية اخرى، 100% 100% 1000% 1000% هتبدا تحفر تاني وترجع تاني. اه نفق ممكن يقعد بقى شهور او حاجه بس يرجع ويرجع تاني. بقينا بقى الحقيقه وبقالناش يعني فترة طويلة، لكن بقينا بنستخدم حاجة اسمها الفافت مع الفلاك. ايه الفافت ده؟ هو الكاميرا، الفلاك هو الليزر، الفلاك هو التكنيك اسمه فيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو الفلاك. والفافت ده اللي هو فيديو اسيستد ان الفيستولا تريتمنت، او علاج الناسور باستخدام الفيديو وانت شغال. احنا بقينا بنخش جوه الناسور زي ما حضرتك شايف كده باستخدام كاميرا صغيرة جدا، نقدر نخش اللي حضرتك شايفها الانسجة البيضة دي هي الانسجة بتاعة الناسور. طب لو هيبان دلوقتي حالا ان انت داخل جوه الناسور جوه 7 مللي 7-8 مللي بالكتير، انت بتخيل بقى التراك ده الكاميرا اللي داخله دي قد ايه، صغيره جدا الحقيقه. فبقينا بنقدر نشوف ما داخل الناسور زي ما احنا كده، يعني احنا كده جوه التراك نفسه، يعني جوه حاجه صغيره جدا الحقيقه. فبقينا بنقدر نشوف واحنا بنحرق باستخدام الليزر ايه حته اتحرقت كويس، ايه حته احنا ما خدناش بالنا منها، اذا كان في تراك في النص خدنا بالنا منه جدا ونقدر نخش جواه، لان انت خلاص شايف برؤيه العين. يعني الحقيقه ان النتائج بقت عظيمه جدا مع استخدام الفافت والفيلاك، وصلنا لنجاح 95% وناشرين الحقيقه بحث في مجله عظيمه قوي اسمها انترناشونال جورنال اوف كارنت سيرش في عدد مارس 2020 اللي فات ده. حاجه عظيمه جدا الحقيقه، نسبه نجاحنا فيها الدراسه دي اتعملت على 1000 مريض، نسبه نجاح فيها 94%. بالنسبه لنا احنا كدكاتره 94% ده بنقعد نتفاخر بيها في المؤتمرات ونقول احنا وصلنا لنجاح 94% الحقيقه. دي كومباينيشن تكنولوجي ما بين الفلاك والفافت. الفلاك والفافت دول تصنيعاتهم الالمانيه، الفافت شركه امريكانيه اسمها ستورز، والفيلاك من شركه المانيه اسمها بايوليتك. ده لوحده تكنيك ناس متبنياه على مدار سنين، يعني اللي هو الليزر، تروح شرق اوروبا والحته دي الناس تشتغل بالليزر بس، الناس بتاعت امريكا والحته دي تشتغل بالفافت بس. خلي بالك مش طب الفافت بيستخدموا ايه في قفل التراك؟ ولا حاجه، الديبرايدمنت، انه يكحت الناسور. يعني انت بتخش بالكاميرا وبعدين عندك براش، حاجه زي الفرشه كده، وظيفتها ايه؟ انها توقع جدران الناسور، انها تسحب الناسور وانت خارج، تقفل الفتحه الداخليه وتقفل الفتحه الخارجيه، خلاص ما بقاش في تراك في النص. يعني الفافت مع الفلاك الحقيقه اصبح نتائجه عظيمه جدا، بقينا بنوصل لنسبه نجاح 94%، وده رقم عظيم جدا يعني من كل 100 واحد. بس الكومباينيشن التكنولوجي دي فكره مميزه عظيمة جدا جدا، ان انا اجمع قدرتين. يعني برضو يعني اكيد لما انا هوقع الجدار بتاع الوسيب ويلتئم بالظبط، لو انا ساعدت بالليزر الالتئام هيبقى اكثر ضمانا، ودي انفكشن عظيم. عشان كده حتى لما بنعمل ورك شوب ولا حاجه او تجي لنا ناس من بره تتفرج على اللي احنا بنعمله بيبقوا مبهورين انك مجمع الحاجات مع بعضها. زي ما بقول لك ان في ناس تشتغل بكده بس وفي ناس تشتغل بكده بس، وانت قدرت تعمل كل المدارس مع بعضها فتوصل لنسبه نجاح، نسبه نجاح الحقيقه عظيمه جدا يعني. والفافت استبعد او بمعنى صح صلح عيوب الفلاك، الحته اللي كانت واقعه في الليزر، يعني الحته اللي كانت بتخليك تحرق وانت مش شايف او تقفل الناسور وانت مش شايف، خلاص انت بقيت شايف، فبقت الحقيقه نتائج عظيمه جدا. ينفع جدا بقى نستخدمه في كل انواع الناسور، حتى الناسور العلوي والناسور المتشعب والناسور المعقد والناسور ما بين الشرج وما بين المهبل عند بعض السيدات اثناء الولاده مثلا او حاجات زي كده، كل ده ينفع نستخدم في التقنيتين العظام دول. يعني انت نورتني كالعاده وقدمت وشرح ما شاء الله، رغم ان التقنيه صعبه لكن احنا بسطناها للناس، واعتقد الناس انا براهن على ثقافتهم انهم يحفظوا فيلاك، يحفظوا الفافت، واساميهم جميله ولذيذه سهله، مش لازم تعرف يعني التفصيله بالتفصيل يعني لان انا نفسي بنساها، لكن تعرف انه هذه النوعيات من التقنيات اتاحت للمعاني المريض المصري او العربي اللي بيعاني من مثل هذه الحالات المرضيه المزعجه جدا والمؤثره واللي بتاثر طبعا على صحته وبتاثر على حركته. تخيلوا المريض دوت
ما يقدرش يخرج، ما يقدرش يقعد في اجتماع، ما يقدرش يروح ساعات يبقى حبيس بيته، في نوعيه حساسه جدا ما تقدرش، ممكن جدا يسيب شغله، يسيب شغله ويقعد في البيت خلاص. وطبعا لو متجوز ممكن يسيب اهله، يعني هتبقى مشكله ضخمه جدا. ولو هو هش نفسيا هتبقى القصه ابعد من كده واخطر من كده بكتير. فنحن نبحث عن اكتمال الثقافه. انا حلمي بقى زي ما انت حلمك انك تتصدى للنصور، ومن ضمن الرحلات الكفاح المميزه جدا، انا برضو حلمي ان احنا نتصدى لما يسمى بغياب الثقافه الطبيه. بتخض جدا لما الاقي ناس ما عندهاش فكره عن حالات مرضيه، بتخض جدا جدا. والخضه بدات تزيد في الفتره الاخيره لانه بدات احس انها مسؤوليه شخصيه علي، وطبعا على ضيوف الاعزاء. فانا بشكرك شكرا جزيلا على انك انت يعني مشارك رائع في الثقافه في منطقه اعتقد ان دي اصعب المناطق او واحده من اصعب المناطق في الثقافه المصريه والعربيه. ضيفي العزيز القمه الالميه المتميزه وطبعا الادائي الماهر استاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير لمؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، كان مبدعا كعادته في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.